دلوقتي جمعتكم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وزين المرسلين الأخيار وأفضل وأعظم وأكرم من أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار. صل يا ربنا عليه صلاة دائمة بدوام ملك الله الواحد القهار وعلى آل بيته الطيبين الأطهار، وارض اللهم عن الصحب الكرام من المهاجرين والأنصار، وارض اللهم عنا معهم برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين آمين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني المتجدد من برنامجكم خير الكلام على نجوم اف ام. أسأل الله العلي القدير أن تكونوا جميعا بخير ونعمة وعافية وستر، وأن يمن عليكم بصلاح الأحوال وراحة البال وهداية العيال والبركة في الصحة والمال. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا رب العالمين نسألك، فلا تردنا خائبين، فلا خاب من أنت مولاه، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا وتقبل دعاء يا أرحم الراحمين، اللهم آمين آمين. مستمعينا الكرام، يسعدني أن أكون معكم في هذه الدقائق المباركة في خير يوم طلعت عليه الشمس، يوم الجمعة، في خير الكلام على نجوم اف ام، واللي أسعد خلال هذه الدقائق بمشاركتكم معنا وأسئلة حضراتكم على رقم 38-35-022. الرقم كمان مرة 38-35-022. طبعا اللي بيتصل من خارج القاهرة أو أي تليفون غير أرضي ما ينساش، يبقى 02 بعدين 38-35-022. بنشرق وبنغرب ونتحدث في الثقافة الإسلامية، وبين الحين والآخر حوالي تقريبا كل 10 حلقات مثلا، كل شهرين كل شهرين ونص، برجع أذكر حضراتكم بنقطة مهمة جدا جدا جدا، من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يعني بكلم حضراتكم في خير الكلام، نتكلم في العقيدة، نتكلم في الشريعة، نتكلم في الأخلاق، نتكلم في الأمور الحياتية، في المشاكل الاجتماعية، في الحياة الأسرية، في الحياة العملية، بنتكلم في موضوعات متعددة. لكن لو تلاحظوا حضراتكم هتلاقوني كل كام حلقة كده برجع أفكر نفسي وحضراتكم بنقطة مهمة جدا، ودي يا حضرات أقسم لكم بالله على الهواء، دي من أعظم الأسرار ومن أعظم المنح ومن أعظم البركات. عارف لما يقول لك فلان ده شخص بركة، فلان ده جميل، فلان ده له مع الله حال، قعدته حلوة، السفر معاه حلو، الناس عادة بيقولوا عليه شخص مبروك، لا هو شخص مبارك في بركة. يعني ايه ده بقى الموضوع ده؟ ايه السر ده؟ قلته من قبل وبقوله وان شاء الله برضو هقوله واذكر بيه حضراتكم بعد كام حلقة كده، ما يغيبش عن حضراتكم. خلاص بقى يا شيخ ما تقول لنا، شوقتنا. سر الأسرار، سر الأسرار مفتاح ليسار، ربنا يسر لك أمورك. شوف ازاي
يغلق عليك كل أبواب الشر والتعسير. إيه الموضوع ده بالظبط؟ ركز معايا وصلي على الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام، وخد الهدية العظيمة الكبيرة الرائعة اللي هي إيه بقى؟ بس بعد ما تصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. ركز معايا، سر الوصول إلى الجناب العالي حب النبي محمد والآلي. إنك تحب النبي وآل بيت النبي، إنك تدور على سنة النبي، إنك تدور على تعاليم النبي، تتحط في أي موقف، في أي موقف داخل تصلي الجمعة فتسأل هو النبي علمنا نقعد إزاي في الجمعة، هو النبي علمنا نتعامل إزاي، جاي عريس لبنتك النهاردة بيتقدم هو النبي اتعامل إزاي مع علي لما جه يطلب إيد فاطمة الزهراء، اتعامل إزاي مع عثمان لما جه يتجوز ستنا رقية وستنا أم كلثوم، اتعامل إزاي مع أبي العاص بن الربيع لما جه يجوزه ستنا زينب بنت النبي. إزاي النبي لما كان ينزل السوق يبيع ويشتري كان بيتعامل إزاي؟ دي الناس اللي بتحب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي لما يتحط في موقف من المواقف بيسأل النبي يحبني أعمل إيه هنا، النبي صلى الله عليه وسلم إيه اللي يرضيه في مثل هذا الموقف. يا خبر أبيض، هتلاقي بقى معاك سر، ربنا كرمك مبارك لك، القليل في إيدك يكتر، الصغير في إيدك يكبر، سبحان الله العظيم. سر الوصول إلى الجناب العالي حب النبي محمد والآلي، إنك تحب النبي وآل بيت النبي. كان الشافعي الإمام محمد ابن إدريس الشافعي رضي الله عنه وهو من آل البيت، اتولد في غزة وأمه سافرت بيه المكة حفظته القرآن، وبعد مكة سافرت بيه المدينة علمته كلام سيدنا النبي السنة النبوية، وبعد كده راح العراق وبقى فقيه كبير قوي في العراق، وبعد كده جه مصر الحمد لله وختم حياته كان في مصر ومات واتدفن في مصر الإمام الشافعي، وكان عمره 54 سنة لما مات. الإمام الشافعي بيقول إيه بقى؟ بيقول يا آل بيت رسول الله، يا آل بيت النبي، يا آل بيت النبي، يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. هقول لحضرتك على حاجة، اللهم صلي على سيدنا النبي وآله، دور على الناس اللي حواليك هتلاقي أعظم ناس وأكتر ناس ربنا رضيها وكرمها ومبارك فيها وطيبين وعلى الفطرة هم أحباب سيدنا النبي وآل بيت سيدنا النبي، الناس اللي دايما يكلمك عن سيدنا النبي ودايما حياته كلها بالصلاة على النبي، اللهم صلي على النبي، بالصلاة على سيدنا النبي، ما تصلوا على سيدنا النبي، اللهم صلي على سيدنا النبي، هو عايش كده بالصلاة على النبي، يكلمك في أي حاجة يقول طب صلي على النبي، اللهم صلي على النبي، شوف إزاي. وبيحب آل البيت لدرجة أنك تيجي تكلمه عن النبي عيونه دموعه تنزل، عيونه تذرب بالدموع، متيم بسيدنا النبي. تيجي تقول له سيدنا الحسين، اللهم صلي على سيدنا الحسين، ده صبط النبي، ده حتة من النبي، ده شبه النبي، ده النبي قال حسين مني، حسين مني، حسين من النبي. لا خد الجملة اللي جاية بقى أصعب شوية، النبي يقول حسين مني، طب دي مفهومة، وأنا من حسين. طب إزاي النبي من حسين؟ يعني اللي بيحب الحسين يبقى بيحب النبي. شوف إزاي السيدة زينب، ستنا زينب عندنا في مصر شرفت بها مصر، اللي قالت يا آل مصر آويتمونا آواكم الله، نصرتمونا نصركم الله، أكرمتمونا أكرمكم الله، دعت لمصر وعاشت ختمت حياتها وماتت واتدفنت في مصر، ستنا زينب بنت سيدنا علي بنت ستنا فاطمة الزهراء، أمها فاطمة الزهراء دي الحفيدة المباشرة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. تقعد مع الناس دول يكلموك عن آل البيت وتلاقيهم متيمين بحب آل البيت، تخيلوا ان في ناس عايشة معانا وبتدعي حبها للنبي وما تعرفش آل بيت النبي، والله العظيم ده في ناس ما يعرفوش أولاد النبي كان بالظبط،
لا مش بس كده وأحفاده، ما يبقى عايش في مصر تقول له في حد من أهل البيت مدفون في مصر، ما يعرفش، يبقى عايش في بلد أخرى، مش عايز أسمي البلاد عشان ما حدش يزعل، تقول له عندكم حد مدفون من أهل البيت، ما يعرفش، وبتدعوا أن أنتم محبين للنبي وآل بيته. طب يا من تحبون الحسين، عارفين مين هو الحسين؟ عارفين تاريخه؟ طيب عارفين قصة حياته؟ طب تعرفوا استشهد، لما استشهد في العراق كان عنده كم سنة؟ طب تعرفوا سيدنا الحسن اللي النبي كان يشيله ويمشي بيقول اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه؟ شوف، فعشان كده بكرر، سر الوصول إلى الجناب العالي حب النبي محمد والآل، حبنا للنبي وآل بيت النبي. ده هيخلينا نعمل إيه حضرات؟ حبنا للنبي هيخلينا نعمل حاجة مهمة، إن المحب لمن يحب مطيعه، ما أنت بتحبه هتقلده، هتقلده في كل حاجة. شفت إزاي؟ هتحب آل بيتي، هتقتدي بهم في كل شيء. طولت عليكم في المقدمة، خلونا ناخد اتصالات، نسعد بالاتصالات معانا. أول اتصال، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا بحضرتك. تفضلي يا هانم. حضرتك أنا اللي كلمتك من جمعتين كده في البنات اللي بيتطلقوا. أيوة أيوة حضرتك. الوقت بنتي الثانية هتطلق المفروض من الاثنين. لا حول ولا قوة إلا بالله. طلقت الأولى والثانية هتطلق؟ الثانية هتطلق يوم الاثنين. لا حول ولا قوة إلا بالله. هو حضرتك السبب إن هو يعني إذا اكتشف إن هي من حاجة من أكبر التبائل والعياذ بالله. فكلمت معاه كتير وحاولت معاه كتير. فهي الوقت حبيبتي مش عارفة، محتارة مش عارفة تعمل إيه. إيه؟ هي محتارة مش عارفة تعمل إيه. أنا هقول لحضرتك هي تعمل إيه دلوقتي. هي هو حضرتك رحنا دار الإفتاء وقالوا لنا هي بمزاجها، لو عايزة تتطلق هي الحاجة دي من أكبر التبائل. لو عايزة تتطلق يا بنتي تطلقي من حقك، عايزة تعيشي معاها أنت. فهي عشان بتصلي حضرتك وقريبة من ربنا جدا، فهي مستحرمة. هي عندها أولاد منه؟ جابت ولد عنده سنة. ربنا يبارك لها فيه وينبته نباتا حسنا ويجعله من الأبرار الصالحين. هجاوب حضرتك يا حاجة. شكرا شكرا لك يا حاجة، شكر الله اتصالك. بصوا يا جماعة، انتوا عارفين الآية اللي جاءت في آخر سورة الأنعام؟ عايزين نمشي واحدة واحدة كده عشان نحل المشكلة، المشاكل الاجتماعية للمجتمع فيها. الآية اللي جاءت في آخر سورة الأنعام لما هقولها لكم دلوقتي هتلاقوا كلكم حافظينها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمين بقى ده؟ ها؟ لله رب العالمين لا شريك له. يعني صلاتنا لله، والنسك ياه حتى لو بنذبح شاه بنقول لك دي أضحية لله، دي عقيقة لله، دي وليمة لله، ده هدي لله، مش كده يا حضرات؟ قل إن صلاتي ونسكي ها ومحياي. إيه بقى محياي دي بقى؟ حياتي لله. بنتجوز على كتاب الله وسنة رسوله، يعني الجواز مش بدماغنا، مش احنا اللي نحط قواعد، لا، على كتاب الله وسنة الرسول. قررت انا وانت نعمل شركة، على كتاب الله وسنة الرسول. ازاي؟ ربنا بيقول انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فان خانه خرجت من بينهما. حديث قدسي. يعني ايه؟ مش انا وانت شركة اعمل اللي انا عايزه وانت اللي تعمل، لا، احنا شركاء بكتاب الله وسنة رسوله. والقرآن قال وإن كثيرا من الخلطاء الشركاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا. المؤمنين ما يبغوش على بعض. شفت؟ يبقى صلاتي ونسكي عرفناها، ومحياي حياتي كلها، ومماتي هنلقى الله نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، مش كده؟ طيب، ففي حياتنا أرجوكم يعني عايزين، بس أنا بأصل للمسألة شوية، بعمل لها أصل عشان نمشي عليه كلنا. أنا وإنت في السوق بنشتري حاجة، أنا بشتري وإنت بتبيع،
خد بالك ان انا وحضرتك انت مؤمن؟ انا مؤمن. احنا مربوطين ومحكومين بقال الله وقال الرسول، واحل الله البيع، ايوه، وحرم الربا. قال له طب انا وانت، مش انا وحضرتك، سين وصاد عايزين يتعاملوا بالربا وهما الاثنين راضيين، نقول لا ما ينفعش. قال له ما هما راضيين. لا، الرضا لا يعني اباحة العقود. واحد وواحدة اتفقوا مع بعض على الفاحش، وهي راضية كل الرضا وهو راضي كل الرضا، حرام. ازاي هم احرار في نفسهم؟ لا، احنا مش احرار، احنا عباد لله، احنا محكومين بشرع ربنا. هنيجي نتجوز، اسمع اسمع يا بنت الناس، اسمع يا حج، اسمع يا حجة، احنا محكومين بشرع ربنا. يعني ايه؟ القرآن قال هتتجوزوا، نجوزكم على كتاب الله وسنة رسوله. طيب يا رب ايه المطلوب؟ قال هتتجوزوا، امساكم بمعروف، تعاملوا بعض بما يرضي الله، تتقوا الله في بعض، الست تحافظ على جوزها والراجل يحافظ على زوجته، ويبقى في حاجة اسمها حسن العشرة، وعاشروهن بالمعروف. ايه المعروف ده؟ يعني ايه عاشروهن بالمعروف؟ قالوا ليس المقصود كف الاذى عنها، بل المقصود تحمل الاذى منها. مش انك ما تأذيهاش، انت كده كده ما تقدرش تأذيها، ربنا هيقتص منك، مش هتقدر تأذيها، انما ايه، اتحمل اذاها شوية، معلش معلش، كانت متوترة، كانت مكتئبة، كان عندها الدورة الشهرية والهرمونات مش منتظمة عندها، اصل هي حامل والهرمونات الدنيا مقلوبة شوية، فطول بالك عليها، ما تاخدش على كلامها قوي. شفت؟ يبقى وعاشرهن بالمعروف. طيب، فدي ده اول حاجة القرآن قالها، هتتجوزوا بعض، عاملوا بعض كويس. لا انا حر، لا انت مش حر، انت عبد لله، اوعى تنسى دي. وانت ما خدتهاش، ما رحتش قلت له اديني بنتك يا حاج، قال خدها وتوكل على الله. لا، انت لما جيت تاخدها، انت بنفسك لما جيت تاخدها حضرت في العقد نفسه، جيت قلت له اديها لي على كتاب الله وسنة رسوله، انت اللي قلت له كده يا حاج اديني بنتك، ازاي على كتاب الله وسنة رسوله؟ يعني ايه؟ يعني ان الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يأمران فألتزم بأوامرهما. اللي ربنا يقوله هنفذه يا حاج، واللي النبي يقوله انا هنفذه يا حاج، مش كده؟ مش ده اللي حصل؟ فدناها لك على كتاب الله وسنة الرسول، جه ما قدرتوش تعيشوا مع بعض، يا ولاد عملوا بعض كويس، مش قادرين، هو مش طايقها وهي مش طايقاه، ما فيش كيمياء ما بينهم، ما فيش تناغم ما بينهم، بعدين بقى فالشرع قال طب في حل تاني تعرفوا تعملوه، لو تعرفوا تعملوه اعملوه، احنا عرفنا امساكم بمعروف، يعاملوا بعض كويس، عرفنا وعاشرهن بالمعروف، المعاشرة بالمعروف، حسن العشرة، دي اول حاجة. الزوجين مش قادرين، مش قادرين يتكيفوا، مش قادرين يفهموا بعض، مش قادرين يتكيفوا مع بعض، فالشرع الشريف حطلنا في سورة اسمها سورة النساء. قال طب في حل تاني، قلنا له ايه ده؟ قال فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا، نعمل معاهدة، صلح ما بينهم، والصلح خير، اصل هما متجوزين وعندهم عيال. طيب، فقاموا جهم الاتنين قعدوا مع بعض، قال لا اسمع يا بنت الناس، انا مش عايز منك حقوق زوجية، وهي قالت له انا مش عايزة منك حاجة، احنا نعامل بعض كده بما يرضي الله عشان البيت يمشي والعيال، لا انا عايز اتجوز واحد غيرك، وهو خلاص قال انا توبة من دي النوبة ما اتجوزش تاني، اتعلم الدرس، وهيعيشوا مع بعض تحت سقف واحد، هيتنازلوا هما الاتنين، ده بيتنازل عن حقوق وهي بتتنازل عن حقوق، وخلاص والدنيا عايشة ما بينهم، ده بابا ودي ماما وخلاص، وعايشين مع بعض، ربما بيباتوا في اوضة واحدة او كل واحد بيبات في اوضة، بس بيعاملوا بعض بلطف والبيت ماشي. ليه يا جماعة؟ يقول لك بس عشان الشكل العام وما يقولوش دول متطلقين وبتاع، والعيال كبروا، احنا ما خلاص هنعمل ايه بالطلاق، خلينا عايشين كده هدنة، يعني صلح.
الشرع قال لهم عايزين ده؟ انتم موافقين عليه؟ ايوه. ومرتضين هذا الوضع؟ وانتم تحت سقف واحد؟ ورباط الزوجيه موجود؟ خلاص براحتكم. هذا حل. لا لا جه بقى لا عاجبهم العشره بالمعروف، لا عارفين يتعاشروا بالمعروف ولا عارفين تبقى في بينهم هدنه وصلح. قام جه الشرع قال لنا الخيار الثالث بقى، الحل الثالث. قال خلاص الفراق بقى، تسريح باحسان، كل واحد يروح لحاله. يعني جينا نعيشهم سمنه على عسل ما قدروش، طب نعيشهم كانهم جيران وصباح الخير يا جاري وازيك والدنيا ماشيه بهدوء كده ما قدروش. لا في ولعه، لا سمح الله في حريقه في البيت، مش طايقين بعض، في الرايحه والجايه خبط وضرب لا استغفر الله بلاش ضرب، غضب وحاجه بقى، هنعمل ايه طيب؟ خلاص خش على الخيار الثالث بقى. قال لي بقى تسريح باحسان. يعني ايه تسريح باحسان؟ لا نأذي بعض ولا نجرجر بعض في المحاكم ولا نشتم بعض ولا نغلط في بعض، واللي له حق ياخده بما يرضي لو في ابوسه. تمام كده؟ القرآن قال لو الطريقة دي اتعملت صح، شوف بقى شوف معناها طريقة مؤلمة، ده طلاق. شوف ربنا قالها ازاي. قال وإن يتفرقا، ها هيتفرقوا بأدب، خلاص انت احسن ست في الدنيا، وهي تقول انت احسن راجل في الدنيا بس ما فيش نصيب، وتطلقوا. وهو لما يسألوه انت طلقت مراتك ليه؟ يقول لهم دي احسن ست في الدنيا بس ما فيش نصيب. ولما يسألوها انت طلقت ليه من جوزك؟ تقول ده احسن راجل في الدنيا بس ما فيش نصيب. يبقى هم ايه؟ سابوا بعض بما يرضي الله. ربنا بيقول وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فربنا جعل الغنى قرين الفراق، بس بشرط يبقى على كتاب الله وسنة الرسول. انا بقى بنشد المجتمع دلوقتي، عندنا ثلاث حاجات اهو، اختار لك واحدة فيهم. لا لازم نجرجرها في المحاكم، لازم اطين عيشتها، لازم اخليها تلف حوالين نفسها وهي تقول والله لازم اشحططه، وتروح تشتكي في محكمة ايه وتحط في حتة تانية ايه عشان يتجرجر من هنا لهنا لهنا لهنا. ليه كده؟ ليه يا مؤمنين؟ ليه يا موحدين؟ ليه يلي بتحبوا النبي بتحبوا، واللي بيحب النبي يعمل كده برضو؟ فدول ثلاث خيارات يا جماعة للحياة الاجتماعية بتاعتنا في الأحوال الشخصية. هتتجوز يا ابن الناس تتقي الله وتحطها في حباب عينيك، وانت تتقي الله وتحط جوزك في حباب عينيك. حصل صدام في الحياة الزوجية، طب خدوا هدنة من بعض وانتوا حبايب تحت سقف واحد. ما قدروش، طب الشرع ادى اول طلقة وقال الاول طلقة لا تخرجهن من بيوتهن، ما تطلعش من البيت. ليه؟ الشرع بيقول يمكن وهو خارج كده ويلاقيه قاعدة متزينة فقال لها صباح الخير، قالت له صباح الفل يا حياتي، فيقوم يرجعها. ها يبقى سايب الباب موارب كده. الشرع هو بيديك محاولات وفرص. ضاقت الدنيا خالص، قال خلاص وإن يتفرق يغني الله كلا من سعده. أظن أنا شرحت لحضراتكم ملف الأحوال الشخصية بمنتهى الهدوء والتفصيل، والتلت أحوال أو التلت خيارات والتلت محاور اللي الشرع الشريف ذكرهم في القرآن الكريم. ناخد اتصال. سلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا ومرحبا، تفضل يا سيدي. انا كنت سمعت احد الشيوخ قال انه بعد صلاة الجمعة ان احنا نصلي الظهر 4 ركعات بدل السنة، كنت عايز اعرف بس الموضوع ده كده صح ولا خطأ؟ لا هو عادة احنا بنصلي الجمعة طبعا في المسجد، صح ولا لا؟ بالظبط. كويس. هل الجمعة لها سنة ولا ملهاش سنة بعدية يعني؟ قال لك لو صليتها في الجامع هتصليها 4. مركز معايا كده؟ معلش تاني ايه؟ تاني واحدة واحدة. انت بتكلمني عن الجمعة صح كده؟ هو حضرتك بتتكلم من موبايل ويبدو انه حضرتك واقف في حتة فيها الشبكة. طيب على اي يبدو ان الاتصال اتقطع. على اي حال انا هشرح الموضوع بالتفصيل، حضرتك تابعني من خلال الاذاعه. شكرا لاتصالك يا سيدي.
خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، أحسن يوم في الأسبوع. إيش معنى يوم الجمعة؟ فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. أيضا في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. جميل. الجمعة دي بقى إحنا بنروح نصلي الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فإحنا رايحين نصلي الجمعة. كويس. الجمعة دي لها سنة ولا ملهاش سنة؟ الجمعة لها سنة ولا ملهاش سنة؟ طب السنة في صلاة بيبقى لها سنة قبلية وسنة بعدية، لها سنة قبل وسنة بعد. على عهد رسول الله الجمعة ما كانش لها سنة قبلية. ليه؟ لأن الجمعة كان لها أذان واحد. الجمعة النهاردة عندنا في مصر في القاهرة كان معادها الساعة 12، أذان الجمعة كان الساعة 12 بالدقيقة. فلو على عهد رسول الله كان النبي عليه الصلاة والسلام يطلع المنبر الساعة 12، لو معاد الجمعة الساعة 12 يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المصلين يردوا السلام، يوم هو قاعد على المنبر، يقوم المؤذن قايم مأذن الأذان بتاع الجمعة، يخلص الأذان يقوم النبي خطب الجمعة، فبعد الأذان في خطبة على طول، ما فيش بقى صلاة سنة بقى. فالجمعة ما كانش لها سنة. كويس. لأنه كان على عهد رسول الله أذان واحد للجمعة. وأول جمعة صلاها النبي في المدينة في جامع لحد النهاردة اسمه مسجد الجمعة. النبي خطب الجمعة في الجامع ده، اللهم صل. أول جمعة صلاها كان في الجامع ده. طيب، يبقى الجمعة ملهاش سنة قبلية. أنا بس الجمعة دلوقتي بقى ليها أذانين اتنين، ما بقاش أذان واحد. الأذان التاني ده جه منين؟ جه في زمن عثمان بن عفان. النبي قال عليكم بسنتي، حاضر. قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. سنة الخلفاء دول 32 سنة، يعني النبي قال الخلافة بعدي حوالي 39 سنة. 39 سنة، لما هتيجي تحسبهم هتلاقوا 39 سنة. خلافة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وجي بعد سيدنا علي سيدنا الحسن ابنه حوالي 8 شهور. فالنبي قال عليكم بسنتي، قلنا له ماشي هننفذ كلامك. حد تاني قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فجاء عثمان بقى اللي هو رقم 3، أبو بكر وعمر وعثمان ده رقم 3، قام عمل أذان للجمعة. احنا كان عندنا أذان واحد، بقوا 2. ليه؟ الناس بقى الدنيا اتسعت والبلد اتسعت، فالناس كانت بتبقى في الأراضي، فبدأ يأذن أذان بدري شوية عشان الناس تيجي لحد الجامع، فعلى ما يجوا الجامع يتوضوا ويقعدوا يقوم الأذان التاني يجي فيأذن ويخطب الجمعة. فأصبح الجمعة بقى لها أذانين. أيوة. وإحنا تعلمنا من النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، فبقى الجمعة لها سنة قبلية. عرفنا جات اللفة دي جات ازاي؟ على عهد رسوله كان اذان واحد، النبي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، فعثمان زود اذان، بدأ بكر باذان، خلى فيه اذان بدري الاذان الاول عشان الناس تيجي لحد الجامع عشان يلحقوا الخطبة من اول، فبقى عندي اذانين اتنين. الاذان اللي زاد ده مين اللي زوده؟ عثمان. مين اللي وافق عليه؟ النبي. قال أنا موافق على الخلفاء اللي الخلفاء هيقولوه من بعدي يتعلق بأحكام الشرع، أنا موافق عليه واسمعوا كلامهم. هو اللي رباهم الصحابة دول تربية الوحي. فبقى يبقى الجمعة كده ليها سنة قبلية. ده طبعا عند بعض الفقهاء. البعض الآخر قال لك لا ملناش دعوة احنا على الأذان الأول بتاع النبي، فيبقى الجمعة ملهاش سنة قبلية. فأنت عندك خيارين اتنين، وعشان كده هتلاقي وانت قاعد في الجامع الاذان الاول اذن، في ناس قامت تصلي السنه وفي ناس استنتها قاعده. ده صحيح وده صحيح. خلصنا السنه اللي قبل الجمعه. في بقى بعد الجمعه سنه، لو صليتها في المسجد هتصليها 4 ركعات، لو صليتها في البيت هتصليها 2. ليه؟ لانه افضل مكان للسنه البيت، وافضل مكان للفرض الجامع. فبقول لك صلي الفرض في الجامع خلاص،
وبيقول لك صلي السنة في البيت، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. النبي علمنا كده، فالسنن بنصليها في البيت. لو صليت السنة في البيت أجرك يبقى مضاعف، لو صليتها في المسجد أجرك عادي. سنة الجمعة صليتها في المسجد يبقى هتصليها أربعة، صليتها في البيت يبقى هتصليها اتنين. وناخد اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا سيدي. أنا ليا كده سؤال. اتفضل يا فندم. أولا في خلاف ما بيننا وما بين إخواتي. أيوة. أنا بغيت على أموالهم تمام، وخدت أموالهم بعض مني. في خلاف ما بين حضرتك وما بين إخوات حضرتك، صح كده؟ بالظبط. أيوة. إيه بقى الخلاف ده؟ بسبب إن أنا خدت فلوس وشغال في السعودية كده، ابتديت أخسر فلوسي وفلوس إخواتي. أنت خدت فلوس من إخواتك كشراكة يعني؟ كشراكة. تمام. فخسرت الفلوس كلها وخسرت أموالي، والدنيا خلفت معايا لدرجة إن أنا دخلت السجن. ففي خلاف ما بيني وما بين إخواتي، لبعض بعض إخواتي كمان حلفوا على أولادي وزوجتي إن أنا ما أخشش بيتهم. تمام. من خلال حضرتك أنا عايز أبعت لهم رسالة، وليس معي أي فلوس، وتم حبسي تمام، وفقدت كتير من أموالي وشقتي، وشردت أنا وزوجتي وأولادي. لا حول ولا قوة إلا بالله. لدرجة زوجتي وأولادي دلوقتي عايشين عند مامتهم، وأنا لسه خارج من قريب وقابلت زوجتي عند أختها وكده، فحتى يعني العلاقة ما بيني وما بين العيلة سيئة جدا 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 تمام، وبعض الناس لهم حقوق عندي متعلقة في رقبتي. كويس. كل فكر إن أنا معي فلوس، ولكن الله يعلم إن أنا ما معيش أي جنيه خالص. طيب. لدرجة لسه ما زلت بدور على شغل، وأنا مهندس. الأول يا أخي يعني أسأل الله عز وجل أن يفرج كربك وأن يقضي عنك دينك وأن يبسط لك الرزق. طيب دلوقتي لو أنا بعض الحقوق دي متعلقة ولم أستطيع سدادها. بعض الحقوق إيه متعلقة بإيه؟ فرقتي. الناس متعلقة فرقتي، منهم أخواتي وخالاتي وبعض الناس العيلة وبعض الناس أضرافي. طيب أنا هجاوبك. أنا كده تقريبا عرفت المشكلة كلها وأبعدها. شكرا ليك. واسمعني بقى من الراديو عشان أقدر أسترسل. إيه؟ تمام. سؤال تاني برضه. اتفضل. تمام. زوجتي ووالدتها تمام رافضين إن أنا يعني أعرف زوجتي، فهو يعني والدتها بتقول إحنا شبه مطلقين تمام، وبيساعدوا على الفراق ما بيني وما بين زوجتي، يعني المعاشرة الزوجية لا تتم تمام، وزوجتي مؤيدة هذا الرأي تمام. واحنا يعني حماتك بتبعد مراتك عنك. هي مش عايزة مراتي يعني تعاشرني معاشرة زوجية. ليه بقى؟ تمام، بسبب اللي احنا ملناش مكان، يعني انا بنا عند اختها دلوقتي حاليا. طب وانت بعت شقتك؟ بعت شقتي لسداد بعض السيون الناس، وهي ابتدت تبيع بعض العفش وانا محبوس عشان ما لا حول ولا قوه الا بالله. تمام. انا قلت لها ده ما ينفعش، لان انا حتى كنا بنسمع، قلت لها سمع يعني عاشر بعض بالمعروف يعني فتوه معه ان في خيار ثالث. انتوا عندكم اولاد قد ايه؟ عندي ثلاث بنات. ربنا يبارك لك فيهم يا حبيبي. ودلوقتي زوجتك وبناتك قاعدين عند حماتك؟ عند حماتي، ونتقابل يعني صراحة اختها كتر خيرها فتحت لي بيتها تمام، هي وابنها، لان ابنها يعني يعتبر ابن كبير تمام. وزوجتي قاعدة الايام دي معايا هي والاولاد. تمام. تمام. دي حاجة. الحاجة التانية، انا هستسمح حضرتك ان اكلمك بعد البرنامج، عايزك تكلم اخواتي للصلح ذات بيننا. حاضر. على راسي يا حبيبي. على راسي. كلمني بعد البرنامج. شكرا ليك يا حبيبي. حاضر. اكلمك ازاي بعد البرنامج؟ ما تقفلش حضرتك، ما تقفلش الاتصال دلوقتي، واخونا ابو سفيان هيعطيك الرقم. شكرا ليك يا حبيبي، ما تقفلش بس الله يكرمك. شكرا ليك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا رب العالمين، نسألك يا الله يا عظيم في هذا الوقت العظيم، في هذا اليوم العظيم، ببركة قرآنك العظيم وبحرمة نبيك العظيم، نسألك يا مولانا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، أن تفرج يا مولانا كرب المكروبين، يا
يا رب فرج كرب المكروبين، يا رب فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، يا رب اقض الدين عن المدينين. اللهم لا تدع مدينا إلا قضيت عنه دينه يا كريم. اللهم يا أكرم من سئل ويا أجود من أعطى، رحماك يا مولانا، رحماك يا مولانا، رحماك يا مولانا بكل إنسان مبتلى. اللهم إن عافيتك هي أوسع لنا، اللهم إن عافيتك هي أوسع لنا يا مولانا. نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اقضي الدين عن المدينين بفضلك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين آمين. وطبعا بما أننا أهل وأنتم مش هتزعلوا مني، خلوني أتكلم نقطة نقطة كده بهدوء. النقطة الأولانية اللفندية اللي الشكايين ها واللي مش عاجبهم حالهم واللي حاسس انه كربه كرب السنين، اهو لينا اخ اهوت راجل فكان فتح بيته وزوجته وعنده بناته ودخل في مشروع ولا شيء خسر كل حاجة لدرجة انه باع بيته بلا بيت يعني. شوفوا بس انا بس بشكي بنتقد الشكايين البكايين اللي يبقى قاعد وبعض الشباب ومأنتخ في شقة طول بعرض ويقولك انا حظي ايه؟ حظك قليل ايه؟ مش عندك بيت وبتقفل على نفسك باب بيتك؟ اه ده انا ما بشتريش اللحمة، مش بتاكل فول وطعمية؟ يعني ايه يعني؟ يعني ايه في ايه؟ احمد ربنا يا اخي، يا اخي احمد ربنا. الجماعة البهوات يبقى عنده بدل البيت بيتين وتلاتة وعمال يشتكي لك مر الشكوى. شوف اخوك اهو من غير بيت، صلى الله عز وجل ان يقويه. اللهم اللي ربنا قال سيدنا لوط ابيول او اوي الى ركن شديد، يا رب الله تبارك وتعالى يقوي كل انسان ضعيف، كل انسان بس يلجأ الى الله عز وجل. دي النقطة الاولانية. فاللي عنده بيته قاعد يقول احمد ربنا، اخوك مكروب وقاعد بلا بيت وتلاقي حزين كل الحزن وبناته وعايز يسدد دينه واخواته زعلانين منه، اعطوا له فلوسهم وخسرها. شوف النقطة الاولى. النقطة الثانية، وده امر يعني انا احنا اتفقت انا واخد الامان وانتم مش هتزعلوا مني، ربنا سبحانه وتعالى في علاقتنا بيه، شوف اقوى علاقه في الكون علاقتك بربك، قال الرحمن، قلت له ايه؟ قال لي فاسال به خبيرا. يعني ايه التخصصات يا جماعه؟ ارجوكم التخصصات، انا رجل شيخ ما فهمش حاجه غير المشيخ، ايه اللي دخلني في مشروعات واخسر اللي ورايا واللي قدامي؟ شوف ازاي احنا اتفقنا ان احنا مش هنزعل من بعض، احنا عايزين نداوي الجرح بتاعنا. اللي بقى كتير قوي بلاقي واحد يقول لك خلاص انا كان قلت ادخل واجيب صفقه ايه، انت بتفهم في الصفقه دي؟ ربنا ما خلقناش كلنا تجار ولا خلقنا كلنا فلاحين. واقول لك بص ده الطماطم، انت عارف كيلو الطماطم بكام دلوقتي؟ السلام، الواحد لو يجيب له حته ارض يزرع فدانين ثلاثه طماطم كده على السنه الجايه يبقى شاري له فيلا في الساحل الشمالي مثلا. ايه يا عم الدنيا سهله كده؟ فأرجوكم يا جماعة، الله يرحمك يا أبويا يقولك على قد لحافك مد رجليك، نمشي واحدة واحدة. الشباب اللي عايز يعيش دور أكبر من دوره، عايز يغمض عين عايز يفتحها يلاقي نفسه صاحب الشركة العالمية للتصدير استيراد وتصدير اللي مش عارف ايه وايه ايه ده، عايز يبقى عنده شركة قبضة تحت منه خمس ست سبع شركات، الألف ميل بيبدأ بخطوة. فأنا بقول لحضراتكم ما تدخلش في حاجة ما تعرفهاش، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بيجي لك طفرة كده يقول لك على فكرة ده بيقول الدولار هيغلى، تلاقي الناس كلها عايزة تبقى تجار عملة. إيه يا جماعة ده؟ حرام يا جماعة الكلام ده، ليه كده؟ يقول لك
ده بيقولوا في السلع الغذائية كلنا عايزين نبقى تجار سلع غذائية، حاجة عجيبة جدا. ده هيقفلوا الاستيراد فالملابس، كلنا عايزين نبقى تجار ملابس. قال لا ليه كده، لا مش على قدي، واحدة واحدة، لو معايا 10 جنيه اتاجر ب 5 6 جنيه واسيب معايا 4 احتياطي. ده موضوع مهم جدا، فلازم ناخد بالنا. طبعا انا مش بتكلم عن مشكلة اخونا بالتحديد، انا بس بنتهز فرصة ان انا اوجه رسائل في هذا الاطار، ومش بعتب عليه هو، عشان بس الناس تفهمني صح مش تفهمني غلط. النقطة التالتة، القرآن بيقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوا. استنوا بقى، هو احنا هنتداين ولا هنتشارك؟ اصح تفرق. هنتداين يعني انا بقول لك سلفني 100,000 جنيه، انت مالكش علاقة، ال100,000 جنيه دي بقى انا اكلت بيها شربت بيها تجرت بيها، على الاتفاق بتاعنا هرجع لك ال100,000 بتاعتك. ولا جيت اقول لك، بقول لك ايه، ما تيجي نفتح سوبر ماركت؟ قلت لي موافق، هات 100,000 وانا ادفع 100,000 والدكتور محمد 100,000 وابو سفيان 100,000، فكده 400,000 ونعمل بيزنس، كده احنا شركة. والله كسبنا، ادينا كسبنا، لا سمح الله خسرنا، ما يجيش ابو سفيان يقول لي فين ال 100,000 بتاعتي اللي انت كنت مسلفها لي؟ هو انت كنت مسلفها لي حضرتك؟ لا ما احنا ما اتفقناش على كده. امال اتفقنا على ايه؟ احنا اتفقنا نخش شركة، اتفقنا نعمل نتاجر، خلاص يبقى على الحلوة والمرة بقى. اللي بيحصل في المجتمع غير كده، واحد يقول لك انا عايز مكسب، عايز مكسب بس، البنوك تديك مكسب بس. فاحنا بنبقى داخلين مع بعض بفلوس، وده اللي بيزعلنا من بعض، اللي بيزعل اخوات من بعضهم، ان ما بتبقاش الامور واضحه من الاول. برضه الله يرحمك يا ابويا كان يقول لي جمله كده، ان كنت اخواتي اتحاسبوا ازاي، احنا اخوات هنتحاسب؟ يقول لك لا يعني حط النقط على الحروف. قول لي يا اخويا انا واخد منك دول 50,000 سلفه لحد ما بيع المحصول، هات ورقه امضي لك عليها، فمعروف ان دول سلف لحد ما بيع المحصول. انما جيت قلت له بقول لك ايه، ما تيجي نتاجر في القمح؟ قال لي يلا نكتب بقى، انا واخويا قررنا نتاجر مع بعض، هو هيدفع 50,000 وانا هدفع زيهم 50,000، وهنشتري قمح ونصدره ولا نورده ولا نبيعه ولا نعمله بليله وناكله لاي حاجه، وكتبنا العقد كسبنا ادينا شركة، لا سمح الله خسرنا ادينا شركة، احنا اتفقنا على حاجه غير كده؟ انما نبقى داخلين شركه واخويا بيعاملني على انه مسلفني الفلوس، كسبنا هيجي يقول لي هات المكسب وفلوسي، خسرنا هيقول لي طب رجع لي فلوسي. رجع لك فلوسك ازاي؟ شوفوا بلاش الضبابيه في التعامل، لا لازم نبقى واضحين من الاول. عارف زي ايه كمان؟ اللي بيجوا يتجوزوا بتسمع كلام انشا، الخفيفة عليك والتقيلة علينا، واحنا بنشتري راجل، لا احنا مش هنختلف، وساعة القايمة بنختلف. ما هو الكلام بيبقى سهل في الاول، عناية يا اخويا، لا عند احنا شرف لنا ان احنا نسيبكم، لا والله ده الشرف لنا احنا، ونسمع كلام انشا ونيجي نتخانق، لا نتفق عشان ما نزعلش، نتفق. القرآن لما نادى المؤمنين قال يا أيها الذين آمنوا، قال إذا تداينتم، حلو بينادي المؤمنين بيقول لهم لو في تداين اكتبوا لو سمحتوا، فالمؤمنين بيكتبوا، لا مسألة تخوين وعيب والله ازعل منك، لا احنا اخوات ازاي مضلك على ورقة، الشرع الشريف قال كده. النقطة اللي بعد كده ناخد بالنا منها، السؤال بقى، افترضوا ان انا اتفقت انا واخويا على سلف او على شراكة، ولا سمح الله خسرت، اخويا ما يرحمنيش، ده يبقى على الدنيا السلام، ده يبقى يعوض ربنا. افترضوا انا غلطان وانا دخلت في حاجة مش تخصصي، شوف ازاي، وخدت فلوس اخويا لا سمح الله وضيعتها، ها
الطبيعي ان اخويا يعمل ايه؟ يسيب الدنيا كلها ويقف جنبي، صح ولا لا يا حضرات؟ سنشد عضدك باخيك. الاخوه ولا الدنيا؟ لا الاخوه. الاخوه ولا المال؟ لا الاخوه. يغور المال هعمل به ايه؟ هو المال اللي هيصلي عليه صلاه الجنازه؟ يعني انا دلوقتي اذا جاءني او اتاني اجل الله، لو انا عندي 10 فلل والله ده ما حقيقي، حضرتك الشيخ عنده 10 فلل ولا فيلا، المهم عندي، هي اللي هتصلي على صلاة الجنازة؟ ابدا. انما اخواتي، اخويا اللي هيروح يعمل لي عمرة، اخويا اللي هيدعي، اخويا اللي يعمل لي صدقة جارية، اخويا اللي يعمل لي ختمة قرآن، اخويا اللي هيعيط بدموع يدعي ربنا، اخويا. اخ جرى ايه في الدنيا؟ نخصم بعض عشان الدنيا؟ تغور الدنيا. لا بس هو غلط، وليكن غلط، ابنك غلط وما ذاكرش كويس وتعثر، لا مش ابنك، ابن واحد مش معانا، وتعثر في الثانويه العامه، اه بس ابنك بتيجي تطبطب عليه وتقول له معلش يا ابني ويلا وخيرها في غيرها وربنا يعوض وربنا كريم ومعلش ما ده اللي حصل. مش في بعض ولادنا لم يوفقوا في الثانويه العامه؟ مش نهايه المطاف، بنطيب خاطرهم. ولادنا يعني عارفين في الشارع؟ ليه ما بقاش عندنا تراحم؟ ده راجل مبتلى ومكروب وخسر اللي وراه واللي قدامه وباع بيته، ما نقفش كلنا جنبه؟ كتر خيرها حماته قالت له يا ابني بيتنا بيتك بس لو سمحت ما تجيش جنب مراتك. هو ناقص غم والله العظيم، يعني هو ناقص غم يا حاجة؟ ما تقفي جنب جوز بنتك، ما هو ابنك برضه. ده بنا امي بتشوف ان جوز بنتها اغلى عندها من ابنها، ها اهالينا في الفلاحين كده، جوز البنت عندها اغلى، ليه؟ تقول لك ده صين عرضي، صين بنتي. شوف ازاي. طب يعني ناخد بالنا يا جماعه كده، خلاص هو غلط. ازاي خد الفلوس وضيع؟ خدها وحرقها. بس اخويا تفهم يعني اخويا يعمل اللي هو عايزه، ضيع فلوسي وفلوس عيالي يضيعها، بس ما خسرش اخويا برضه، وربنا هيعوضني، وان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. هيجي حد يقولي ده كلام مثالي ومش على ارض الواقع، لا ده كلام طبيعي وواقعي جدا للي تربوه، واحنا كلنا الحمد لله. وانا بناشد مجتمع دلوقتي سمعني من خلال الراديو، ناس متربيين عارفين يعني ايه اخوة، بياكلوا في طبق واحد على طبلية واحدة. على فكرة أولادنا اللي قاعدين بيتغدوا دلوقتي على ترابيزة السفرة وسامعيني، لا احنا ما كناش بناكل كل واحد يغرف في طبقه، لا كنا بنقعد على طبلية، معرفش انتوا عارفينها ولا لا، طبلية ليها 4 رجول كده مستديرة خشب، نقعد نلتف حواليها والأكل كله يتحط في صينية واحدة، يعني شوية الرز والفتة محطوطين في صينية واحدة، والمعالق كلها بتتحط في نفس الصينية دي لمن لا يعلم. بس ايه ده معقول؟ كنا بناكل في صينية واحدة، مش كل واحد بياخد في طبق مع نفسه كده طبقه لوحده، لا ما كانش في حاجة كده حضرتك. وانا والصعايدة اللي سامعيني دلوقتي والفلاحين اللي سامعيني دلوقتي وحتى اللي قاعدين في المدينة من قصور عارفين الكلام اللي انا بقوله ده، كنا كلنا بناكل في طبق واحد. اقوم انا معلقتي اللي مع معلقة اخويا خبطوا في بعض في الصينية، اضحي باخويا عشان تولع الصينية وتولع الطبلية واخسرش اخويا ابدا اخويا. ده الانسان لما يعرف مشكله يقول اخ غلط، ما غلطش، غلط هو يقولك هو الدم عمره يبقى مية؟ ده احنا جينات واحدة، ده احنا فينا مشتركات جينات. يقولك هو الضفر بيطلع من اللحم؟ لا ما بيطلعش، ده اخويا. فاهم يعني ايه اخويا؟ فانا بناشد الاخوه الكرام، اخوات اخونا المتصل اللي مكروب الله يفرج كربه يا رب، اقفوا جنب اخوكم. هو صح او غلط؟ انا ما بتكلمش صح وغلط دلوقتي، احنا بنتكلم ان ده اخوكم. والله العظيم احنا شفنا عندنا زمان في القريه، انا تربيت قريه في الفلاحين، لما كان واحد جاموسته الجاموسه بتاعته
تموت، ودي راس ماله يعني الجاموسه ديت بتحمل وبتجيب له عجول صغيره وبيبيع وبتجيب له لبن وبيعمل لبن وجبنه وقشطه يعني بيته مفتوح بسبب الجاموسه دي. ماتت صباح الصبح لقاها ماتت، القريه كلها بتشترك ها وبتجي له جاموسه تانية في نفس اليوم. تلاقي نفسك الباب خبط عندك انت عليك 2 كيلو لحمه جاموسه فلان الفلان بمنتهى اللطف والادب، تقوم داخل جايب الفلوس بتاعه 2 كيلو لحمه بكامل 2 كيلو لحمه ب 20 جنيه ال 2 كيلو وندفع ال 20 جنيه ونقول له ربنا يعوض عليه، واحنا كلنا حاله من الرضا، مجتمع كله بيتكافل كده تكافل اجتماعي. مش دي تربيه النبي محمد عليه الصلاه والسلام؟ ولا نسيب راجل متجوز وعنده 3 بنات نسيبه في الشارع يعني؟ ده دين ده؟ لا مش ده الدين. طب نبني مساجد ورب الكعبه، ورب الكعبه لو عندنا ميزانيه نبني بيها جامع، شوف نبني بيها جامع ولقينا 3-4 اسر قاعدين في الشارع، لا نسيب بناء الجامع ونبني لهم بيوتهم، والجامع نبقى نفرش في الشارع ونعمل شمسيه كده ضليله ونصلي. والنبي قال وجعلت لي الارض مسجدا وترابها طهورا. خد بالك من القاعده اللي جايه، الافواه الجائعه، الاكباد الجائعه، الناس الجعانه اللي معاش تاكل، اولى بالصدقه من بيت الله الحرام. يعني افضل واكرم عند ربنا بدل كسوه الكعبه، ده انا لو انا معيش فلوس يا اما اكسي كعبه يا اما اكسي بني ادم. ربنا يقول لا ما تكسوش بيتي، روحوا اكسوا البني ادم افضل. شفت بقى، شفت الدين قد ايه بيكرم الانسان والبني ادم. فناخد بالنا، الله يكرمكم، يعني عده نقاط ارجو ان انا يكون كلامي خفيف على حضراتكم. ناخد اتصال. سلام عليكم. سلام عليكم. السلام عليكم. معلش معلش، يبدو ان انا طولت شويه على الاخ المتصل، بس يعني يعاود الاتصال بينا مره ثانيه، لانه ديت يا جماعه مفاهيم يجب ان تصحح. اوعى الدنيا تخسرك اخواتك، اوعى اخواتك دول، ده هم سندك، هم اللي هيدعوا لك بظهر الغيب. جزى الله الشدائد كل خير وإن كانت تغصصني بريقي، وما شكري لها إلا لأني عرفت بها عدوي من صديقي. شفت يعني أنا ما بشكرش الشدائد لأنه بحب الشدائد، لا، بس أنا عرفت في الشدة، عرفت مين عدوي ومين حبيبي. إن أخاك الحق الذي معك والذي قد يضر نفسه لينفعك. شوف، أخاك الحق الذي معك والذي قد يضر نفسه لينفعك. شوف، وإذا ريب الزمان، مشاكل الزمن قعدت تخبط فيك شوية، شتت شمله ليجمعك. شوف، أخوك يتنازل يقولك لا مارينا إيه وساحل الشمال إلا سافرة، لا أنا مش مسافر، كنت هصرف لي 10,000 جنيه ولا حاجة في الفسحة دي، لا اخويا اولى بيهم. ازاي؟ ليه؟ عشان ايه؟ عارف انت الشيطان بقى وشياطين الانس والجن. لا اخويا اجيب زيه منين؟ ده بيسأله اعرابية مرة، ابنك ولا جوزك ولا اخوكي؟ ها، قالت لهم الابن مولود، يعني الابن بيتولد، يعني عندها ولد لا سمح الله جرى له حاجه هتولد والتاني والتالت والرابع، ها، الابن مولود والزوج موجود والاخ مفقود. الاخ ما بيجيش زيه تاني خلاص، صح ولا لا؟ الاخ ما بيجيش زيه، اللي عنده اخ يحافظ عليه. ونقول سلام عليكم. اهلا بيك. حضرتك طيب وصحه وسعاده، كيف الحال؟ وحشنا الله، صوتك جميل، ربنا يديك الصحه. ما تشوفش وحش، ربنا يكبر خاطرك يا رب ويرفع قدرك. طب ان شاء الله اقولهاش كمان، كان عندك اخ بيأذيك على طول، تعمل ايه فيه؟ ده بيأذيك على طول. السؤال الثاني، الامام حسين، والله بيأذيني جامد واكبر مني يعني من صغير.
اطول بالي عليا. ها خلاني كرهت الاخوات اللي في الدنيا والله العظيم. اقسم بالله والله خلاني كرهت الاخوات. معلش معلش والله العظيم. بص انا بحس عامل بالاسف. طب اعمل لك ايه؟ ده انا صغير انت كبير. اه خدت بالك دي اول سؤال اللي انا فاهمه ده. لا خلينا اجاوبك على اول سؤال بسرعه عشان ما انساش. ربنا قال ولا تستوي الحسنات ولا السيئه. قلت له يا رب ده اخويا بيسيء ليا، ده جاري بيسيء ليا. قال لي ادفع بالتي هي ايه احسن. بس ادفع بالتي هي احسن. السؤال الثاني. السؤال الثاني اللي انا حاسس ده انا مسؤول في مصر يعني ليه بقى جنني ناس كتير قالت مش مسؤول في مصر. لا لا انا مش معلش واحده واحده. ايه الامام الحسين رضي الله عنه ايوه مسؤول في مصر ولا في العراق؟ حاضر بس ده السؤال الثاني. في سؤال ثالث؟ لا لا تشكر يا شيخ. حاضر شكرا ليك. طيب. وحضرتك طيب وبصحة وسعادة. الله يكبر خاطرك يا رب. طبعا لما تيجوا تذكروا التاريخ هتلاقي انه في آراء في التاريخ بتقول ان سيدنا الحسين عليه الصلاة والسلام لما ذبح في كربلاء، وانتوا عارفين طبعا فين كربلاء، فان رأسه الشريفة جاءت الى مصر، وفي ناس تانية بتقول لا ما جاتش. طيب عندنا حاجة في الحكم العقلي. الحكم العقلي ده ثلاث حاجات يجب او يستحيل او يجوز. طيب فانا بقى اقول لك على فكرة رأس الحسين موجودة عندنا في مصر، ينفع تقول مستحيل؟ مش هتقول مستحيل يعني. لا مستحيل ليه؟ ايه اللي استحالها يعني؟ لا مش مستحيل، ممكن. لا مش مستحيل، يبقى استبعدنا مستحيل. اتنين، يجب ان تكون رأس الحسين في مصر. لا مش يجب ولا حاجة. بقي لك احتمال ثالث اللي هو ممكن يعني يجوز. فمن الممكن ان تكون فعلا رأس الحسين عليه الصلاة والسلام في مصر. ما يطلعش هدول يستحيل انها تبقى في مصر. ليه جبت الاستحالة دي منين؟ الاستحالة دي ما ينفعش، فاش تقول على حاجة مستحيل. طب يجب ولا برضو يجب ان تكون في مصر على اساس انت شفتها. فبقى لنا احتمال ثالث. الاحتمال الثالث انه ممكن وارد. طيب في مانع انك تتعامل على الاحتمال الثالث انه هو ممكن؟ انا بكلمك كتاريخ بانصاف تماما. اذا كان في اراء تاريخيه بتقول ان ايوه جت، وفي اراء بتقول لا 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 ما جتش، يبقى ده يعلمك ايه؟ انه ممكن وارد انها تبقى موجوده. زي ايه؟ في احاديث يقول لك دي ضعيفه. يعني ايه؟ يعني وارد يكون النبي قالها او ما قالهاش. طب تقدر تقول لا والله ما قالها؟ ما اقدرش اقول لا النبي ما قالهاش، ما اقدرش. خلاص فأئمة الحديث قال لك نتعامل يؤخذ بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، لأنه يقول لك هو الحديث ده أقوى عندي من كلام الرجال. يعني قال الشافعي قال رسول الله، مع أن الحديث ضعيف، يقول لك لا كلمة قال رسول الله حتى لو ضعيف تبقى أقوى من قال الشافعي. وكلمة ضعيف مش معناه انه موضوع، لو حديث موضوع يعني احنا تأكدنا انه مكذوب على النبي ده بنستبعده تماما. انما ضعيف يعني اي وارد ممكن يكون النبي قال الكلام ده. ممكن خلاص انا اتعامل مع ممكن. عشان بس الناس بتخش في صدام مع بعضها كحاجات تاريخية. في ناس قالوا لا الحسين هنا، ناس قالوا والله العظيم ما هو هنا، والله العظيم هنا، والله العظيم ما. احنا هنقعد نحلف قدام بعض. خلاص يا عم انا هاخد على الامر العقلي اللي بيقول نعم يمكن ان يكون هنا، مفيش استحالة انه ما جاش، لا الاستحالة دي مش موجودة. فبنتعامل على هذا الاساس، بنخش نسلم عليه الصلاة والسلام سيدنا الحسين وبندعي ربنا. السؤال سلامي على الحسين حيوصله ولا مش هيوصله؟ حيوصل. طلع هنا في مصر حيوصل، طلع في حتة تانية حيوصل. وإن كنا احنا عارفين أصلا إنه الحسين عند ربنا لأنه شهيد. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل إيه أحياء عند ربهم يرزقون. بنروح نزور شهداء أحد جنب جبل أحد في المدينة المنورة، وبنسلم وبندعي وإحنا على يقين
ان هم مش في شويه الرمله، مش هم شهداء؟ اه، يبقوا عند ربهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. مش عايز الناس تتخانق مع بعضها، الحسين هنا لا مش هنا، والله هنا اديني بسلم عليه، مش هنا اديني بسلم عليه برضه والسلام بيوصل له. واحد راح يزور سيدنا الحسين، فاحنا عندنا مسجد يا حضرات اللي هم اخواننا اشقائنا اللي سامعيني دلوقتي عبر الاذاعه وهم خارج مصر، يعني مش من مصر، عندنا في وسط البلد، عندنا في وسط القاهره حي كبير قوي كده معروف، ومسجد سيدنا الحسين فيه، والناس بتتوافد، الاف الناس بيتوافدوا للصلاه في هذا المسجد الطيب المبارك، ثم زياره المقام عشان نزور سيدنا الحسين وبنسلم عليه. وبرضو عندنا المسجد الزينبي، مسجد السيدة زينب ومسجد السيدة نفيسة، وبنزورهم وبنصلي في المساجد ديت وبنزورهم، واحنا كمصريين نعشق آل البيت، وده شيء عندنا شيء أساسي. فواحد رايح يزور سيدنا الحسين صلى في المسجد، احنا بنصلي الأول في المسجد وبعدين في باب كده بندخل منه بنلاقي المقام وبنسلم عليه. فواحد هو داخل كده بيقول ايه، يا واهب النعم، طبعا اللي بيروح يزور سيدنا الحسين عارف اللي انا بقوله ده، داخل كده يا واهب النعم، فواحد قاعد سند ظهره على الحيطة قال له وطي صوتك وطي صوتك، قال له انت مالك انا كنت بكلمك انت، عشان داخل يا واهب النعم، قال له وطي صوتك سمعت، قال له انت مالك انا بكلمك انت، انا ما بكلمكش. شوف، فالناس عندنا بيتعاملوا بمنتهى الطيبة وبمنتهى الحب ان هم بيزوروا سبط النبي، والله هو موجود هنا خير وبركة دينا زورناه وسلمنا، والله مش موجود برضو خير وبركة ادينا سلمنا والسلام بيوصله. اللهم صلي على سيدنا محمد وآل بيته. وناخد اتصال. سلام عليكم. سلام عليكم. معلش انا برضو اتأخرت. اعذرونا يا جماعة، طبعا الكلام عن آل البيت وسيدنا الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة، احنا عندنا يعني باقة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفت بهم ارض مصر. ناخد الاتصال. السلام عليكم. اهلا وسهلا، اتفضلي يا حاجة. بقول لحضرتك يا شيخ رمضان، قولي. انا كان معايا يعني كان معايا فلوس برضه صغيره. كان معاكي فلوس ايه؟ كان معايا قطعه ارض صغيره عندي يعني وسعها لشغلي. كويس. فبعدين سعيت على معاش يعني ليه يعني شخص بتاعنا يعني. ايوه. فبعد كده والدي اتوفى فورثت مثلا بتاع 40 مثلا 1000 او حاجه او حاجه زي كده يعني. كويس. فانا عايز اعرف المعاش ده استحقه ولا لا. بص يا ست، يبقى انت ورثتي من امك رحمه الله عليها، ورثتي من ابوكي رحمه الله عليه، من ابيكي صح كده؟ ايوه. بس المره الاوليه انا كان معايا حته ارض الاول بتاعت امي الله يرحمها. خلينا على الوضع دلوقتي، فاللي معاك دلوقتي سيبك من الحاجات العقارات الارض البيت الكلام ده، معاكي كاش فلوس صح؟ ايوه. بالاضافه الى المعاش بتاعك. لو حطينا الفلوس دي على بعضيها بلغت النصاب ولا لا؟ بلغته. طيب يبقى هتزكي عليها كلها. ماشي. هو المعاش استحقه كده ولا مش هينفع استحقه يعني؟ معاش تاخديه من الدوله يعني من جهه خاصه كده يعني او لا؟ ما انا عايز اقول لك على حاجه. مؤسسه خيريه. ايوه، المؤسسه الخيريه ديت بتدي معاش الطبيعي للناس اللي محتاجه صح كده؟ أيوة. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ومن يستعفف يعفه الله. الحاجة اللي احنا مش محتاجينها يا جماعة ما ناخدهاش. أيوة. فربنا ربنا الله، احنا بنقول له ايه؟ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، صح ولا لا؟ يعني كده ينفع طلع مثلا كله لله ما ياخدش مثلا منه نسبة او حاجة. انت يعني يا ريت بقى تقولي لهم لا شكرا يا جماعة، المعاش ده ادوه لحد تاني اكثر احتياجا مني، انا الحمد لله مستوره.
خلاص طب هو ما ينفعش حضرتك ان يعني سمعت ما ينفعش انا اوقفه ممكن اطلعه كل شهر لله اخده عادي واطلعه ليه ما ينفعش يتوقف ليه انا بتخاطب المؤسسه دي او الجمعيه الخيريه ديت يا جماعه ان والدك توفاه الله وانت ورثت منه فالحمد لله انا دلوقتي ستة ميسوره لو سمحتوا ادي الفلوس دي لحد محتاج لان هم الجمعيه بيبقى عندهم كشف في ناس تانية فقراء ما معهمش فلوس يدوا ايوه صح ايوه تمام شكرا ليك ربنا يجبر خاطرك واسال الله عز وجل ان يغنيك بفضله عمن سواه شكرا واياك يا رب ربنا يبارك لك خير النبي عليه الصلاه والسلام يا حضرات كان يقول اللهم انا نسالك اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا سلام ربنا يمن علينا كده بالعفاف والعفة وما خدش حاجة مش ليا خدش حاجة مش بتاعتي لا لا ده في ناس يقولك يلا يا عم هو بيوزعوا اللي يجي منهم احسن منهم يلا وماله لا يا جماعة ما ناخدش حاجة احنا مش محتاجينها ما ناخدش حاجة مش من حقنا واحدة بتاخد معاش الدولة بتديها معاش عشان هي مطلقة ما عندهاش حد يعولها قامت راحت اتجوزت خلاص المعاش بينقطع لا ده هي تروح تتجوز بقى بورقة كراسة مش عند المأذون عشان لو الدولة الجواز ده اتثبت والدولة خدت بيه خبر هتقطع المعاش اهي دي بتاكل حرام زي ما يكون ايه واحد معاه بيوزع فلوس قال يا جماعة اي حد يتيم له عندي 2000 جنيه اي حد يتيم فقد ابوه طب لو واحد مش يتيم وراح خد 2000 جنيه يبقى سحت بياكل حرام اصل انا محتاج هو ما قالش اي حد محتاج هو بيتكلم عن اليتيم انت يتيم خد اي واحده ملهاش جوز ملهاش راجل يصرف عليها انا هصرف الدوله بتقول انا هصرف عليها طب جالها راجل خلاص تنقطع ونديها لواحده تانية ما عندهاش راجل اصل انا محتاجه اصل انا مش لاقي احنا ما بنتكلمش في الجزئيه دي تمام فده امر لازم ننتبه ليه ناخد اتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا أنا نورة لو فاكرني أهلا يا نورة أهلا وسهلا أهلا بيك على رأسنا الله يخليك أنا قبل كده كلمت حضرتك وقلت لك إحنا بنحبك قد إيه ووالدتي وحماتي وكده لو الله يجبر خاطرك يا نورة والله الله يخليك كلكم على رأسي من فوق كلكم يعني إخوتي وأهلي وأحبابي وأنا أحبكم في الله وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في مستقر رحمته تفضلي يا نورة سؤالك إيه بقى مبدئيا أنا بس عايزة يعني أوصل تحية جامدة جدا لوالدة حضرتك بارك الله فيك الله يكرمك يعني جابت لنا الشيخ رمضان الله يسترك طبعا. الله يرفع قدرك التربية بتاعت حضرتك أنا مش سامع بتقول إيه وإن هي ربت لنا الشيخ رمضان تسلام الله يجبر خاطرك الله يجبر خاطرك انا دلوقتي يعني كنت عايزه اسال الست اللي بتولد يعني تمام ايوه المفروض 40 يوم لو في دم بينزل متقطع ما تصليش ولا ممكن تصلي بص يا نوره صلي على النبي عليه الصلاه والسلام نوره يا جماعه بتسال عن دم النفاس ايه دم النفاس ده الدم اللي بينزل من الست عند ولادتها الطبيعي لو الدم ده بينزل الست ما بتصليش بتبقى واخدة اجازة زي كأنه زي دم الدورة كده زي دم الاجازة الشهرية بتاعتها تمام كده فالطبيعي الدم ده لو نزل اللي هو دم الولادة ده ما تصليش طول ما هو بينزل طيب العبرة عندنا بانقطاع الدم يعني الست يقول لك اصيها نفسة عندنا كده في التعبيرات العامية بتاعتنا دي نفسة قد ايه بقى النفاس ده بقى ممكن يبقى أسبوع ممكن يبقى يوم العبرة بانقطاع الدم أصل بعض الناس يقول لك إيه استنى لما تربعا يعني تصل لأربعين يوم لا ده ال- 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 الحد الأقصى يعني بيقول لك ممكن الدم يتني لحد أربعين يوم إنما في واحدة تولد النهاردة الظهر ويمكن على بكرة الدم ينقطع يبقى خلاص تغتسل وتصلي يبقى العبرة عندنا بانقطاع الدم احنا بنتكلم عن الدم ايه الدم اللي نازل مع الولادة الطبيعية طب والولادة اللي هي قيصرية لا. يعني في بعض الناس مش فاهم يعني شق بطن يعني فتحوا لها بطنها وخرجوا منها الجنين لو الجرح ده بينزل دم ده ما اسموش نفاس دم الجروح ما بنتكلمش عنه
احنا بنتكلم عن الدم اللي خارج في الولادة الطبيعية. الدم اللي خارج من الولادة الطبيعية ده بينزل دم، ده اسمه نفاس. انقطع الدم تقوم تغتسل وتصلي. لا ده هي جايبة البيبي من بطنها، فتحن لها بطنها ومطلعين البيبي ومخيطين الجرح، فاحيانا الجرح بينزل دم. الدم ده ملوش علاقة، ما بنتكلمش عنه يعني، ما بنتكلمش عن ده. ماشي يا نورة. طب حضرتك لو هو بيجي وبيقطع يومين تمام، هل يبقى ده دم نفاس برضو؟ بصوا بقى، برافو عليك. بصوا يا جماعة بقى، احنا كمشايخ احنا بنقول دم النفاس بينزل امتى وازاي واقله قد ايه. اقله ممكن يبقى لحظة، ست ولدت دلوقتي وبعد ساعة زمن انقطع، وممكن يستمر لحد 40 يوم، ممكن يبقى 30، ممكن يبقى 15 يوم. احنا نقول الكلام ده. الدورة الشهرية ممكن تبقى 3 ايام، ممكن تبقى 4، ممكن تبقى اسبوع، تمام. طب زادت عن كده احنا ما نعرفش ده دم ايه. مين اللي يعرف؟ الطبيبة. ايه ده يا دكتورة؟ تقول ده دم حيض. ايه ده يا دكتورة؟ تقول لا ده مش دم حيض، ده استحاضة. تمام. استحاضة دي يعني زي تتوضى وتصلي عادي. ايه ده يا دكتورة؟ يقولك ده دم نفاس. ايه ده يا دكتورة؟ تقول لا لا ده نزيف، ده مش نفاس، ده نفاس يبقى مش هتصلي، ده نزيف يبقى هتتطهر منه وتصلي. واضح يا أستاذة نورة؟ تمام. شكرا. شكرا ليكي. واللي على وش ولادة ربنا يقومها بالسلامة، واللي في النفاس بتاعها ربنا يتمم لها على خير، واللي حامل ربنا يتمم لها حملها، واللي معاها أولاد ربنا يبارك لها فيهم. وربنا يسعدكم يا رب ويفرحكم بولادكم، واللي لسه ما اتجوزتش ربنا يجوزها إن شاء الله ويمن عليها بالزوج الصالح، واللي لسه ما اتجوزش ربنا يمن عليه بالزوجة الصالحة. وأسأل الله عز وجل أن ينزل السكينة على بيوتنا، اللهم آمين. وناخد اتصال. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا بحضرتك يا دكتور. تفضل يا سيدي. والله يا دكتور هو يعني أنا يعني المسألة مأساة، يعني ابني طالب يا رب. ست طب بشري ومطاول عليا وشتمني وضربني. لا حول ولا قوة إلا بالله، إن لله وإنا إليه راجعون. يعني إن شاء الله أني صادق، ما أنا كذاب يا دكتور والله. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا حاج أنت رحت فين؟ خط قطع من عنده. أنت رميت كرة ملتهبة في حجري وجريت. كرة ملتهبة رميتها في حجري وجريت. يعني طبعا يا جماعة أمر غاية في الخطورة والبشاعة. يعني القرآن الكريم يقول فلا تقل لهما أوف. ما تقولش فلا تقل لهما أوف. البعض فاهم انه فلا تقل لهما اوف ان يقول ايه اوف، لا لا ده مش كده. ده فلا تقل لهما اوف ما تنفخش قدامهم. ها انا مش عارف انا لو نفخت في المايك بتاعي هيطلع لكم ولا لا. انت مش كده، عارف لما يبقى حد بيشرب حاجه سخنه وينفخ فيها يقول لك ما تنفخش كده قدام ابوك، يا ابني روح كذا اعمل كذا، فتلاقي واحد نفخ كده كانه مش عاجبه يعني. قال لا اوعى تعمل كده ولا تنهرهما. هما اللي عم اقول ايه؟ قال وقل لهما قولا كريما. وايه كمان؟ قال لي واخفض لهما جناح الذل. اتذلل لابوك وامك. اتذلل؟ ايه ده؟ وتنك تدعي لهم. تنك تدعي لهم. اللي ما بيدعيش لابوه وامه ما يبقاش بار بيهم. قال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. يقول لك لا دول احياء، هم احياء، الرحمه للاحياء قبل الاموات. شوف هما ابوك وامك قدام عينيك كل يوم الصبح وبتشوفهم وانت بتصلي، كل ما تصلي تقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. باختصار يعني لن يفلح ولن ينجح ولن ينصلح حال واحد ابدا عاقل والدي. مصيبة سودة، مصيبة سودة انه حد يكسر قضاء ربنا. يا خبر، يكسر حكم ربنا. مصيبة والله العظيم. بقولي وقضى ربك، قضاء اهو بقى، وقضى ربك. طب نستأنف الحكم،
طب أجلوه، طب ما ينفعش، طب ليه؟ هو قضى ربك، خلص الموضوع انتهى، الموضوع انتهى، مش محتاج مناقشة. يعني أما يجي حد يناقشني أقول له أنت بتناقشني في إيه؟ أبويا عمل وسوى، أبويا خد مني، أبويا ظلمني، أقول له أنت بتناقشني في إيه؟ هو أنا أقف قدام قضاء ربنا؟ ده قضى، وحشين ما بيسمع، ظلمة رمونا، أبويا سابنا، أمي سابنا، أنا ليش أخذ الكلام ده؟ أنا بقول لك في قضاء من ربنا، ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. إحسانا. أصلي ما فيش أصل، فصل ما فيش فصل، اسمعني ما بسمعش. بس طول بالك، لا بطولش بالي. أنت بتناقشني في إيه؟ يعني هو ربنا يقضي الكرة الأرضية لها إنها تتكلم مع قضاء ربنا؟ يعني قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هتيجي مشايخة الأزهر تقول لك والله يعني لو قدرت تعبد، ما قدرتش خلاص مش هنقدر، حد يقدر يقول كده؟ في قوة في الكرة الأرضية، قوة في الكرة الأرضية، بعد ما ربنا قضى صدر أصدر الحكم خلاص، يقول لك والله خلاص ما طالما مش قادر بقى سيبك من حكم ربنا، حد يقدر يقول كده؟ والله العظيم ولا النبي محمد اللهم صل عليه، لأنه النبي قال لنا كده، قال أما إني لا أحرم حلالا ولا أحل حراما. النبي بيقول كده، بيقول أنا ما أقدرش. ده ربنا بيقول إيه في القرآن في سورة الحقة عن النبي؟ بيقول ولو تقول علينا بعض الأقوال، بيقول النبي ما يقدرش يتقول علينا أصلا. شوف ربنا بيقول عن النبي، إحنا هنتقول على الله يا جماعة؟ يا ولادنا اللي سمعيني دلوقتي، لما ربنا قضى إنك تبقى محسن بوالديك، في قوة في الكرة الأرضية تيجي تقول لك لا خلاص ما تحسنش ليهم، سيء ليهم والله ولا نقدر. بيجي حد يقول لي إخواتي عملوا، إخواتي عملوا، عمي غلط فينا، خالي سوى فينا، هقول له إيه؟ أقول له خلاص ما تصلش رحمك؟ يعني ربنا يقول والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ربنا أمر بالصلة دي، أو ما أنا أقول له لا هنقطعها؟ إذا مين يقدر يعمل كده؟ قال والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة. ما تردين من رحمة ربنا، ما تضو، بص ما تطلبش رحمة ربنا، ما تحاولش، مش قطعت ما أمر الله به أن يوصل، ما تحاولش، لهم اللعنة. في حاجة تانية، قال ولهم سوء الدار، يبقوا يقولنا الآخرة بقى، وقعتهم سودة، يبقوا يقولنا الآخرة جهنم. لا لا ما تأفورش قوي يا شيخ، والله أنا ما قلت حاجة، ده القرآن اللي بيقول، بقول فهل عسيتم أنت وليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أنتوا هتفسدوا في الأرض ولا إيه؟ قلت له يعني إيه يفسدوا في الأرض؟ قال لي بيقطعوا الأرحام بتاعتهم. قلت له هو قطع الأرحام إفساد في الأرض؟ قال لي لا لا ده في أشد من كده، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. تيجي بقى قوة في الكرة الأرضية يقول لك خلاص يا عم ما تسألش على عمك ولا على خالك رحمك، ما تسألش عليهم، مين اللي يقدر يقول حاجة زي كده؟ والله هيجي حد يقعد يلف ويدور بيا ويديني، وخد منا وظلمنا في الميراث وسوى وجاب وعمل واتكلم عني ايوه انت في النهاية عايز اقول لك ايه؟ اقطع اقطع الرحم. انا اقدر اقول كده؟ يعني انا اقدر في قوة، بلاش انا لا اساوي شيئا، في حد يقدر يقول لك في قوة في الكرة الارضية بعد ما ربنا حكم يقدر يقول لا ما تنفذوش حكم ربنا؟ مين اللي يقول كده؟ بس انا اتظلمت، نفذ وروح لربنا في الاخر يديك حقك، نفذ. انا بكلمك على صلة الرحم، قال اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم، ده صلة، ده قطع الرحم. يعني اللي قطع رحمه ها ربنا قال أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. السؤال، صلة الرحم أقوى ولا بر الوالدين؟ لا بر الوالدين ده بعد عبادة ربنا على طول. في حد يجرؤ يجرؤ في الكرة الأرضية يقول لك ما تسألش في أبوك وأمك أو عاملهم وحش؟ والله العظيم ما في، إلا بقى أبو جهل، ولا بتهيألي أبو جهل ما كانش هيقول لك يعني ما تسمعش كلام أبوك وأمك. يعني هو يا إبليس يا ابليس، محدش تالت يعني، اللي هيقول لك ما تسمعش كلام ابوك وامك او كن عاق لوالديك او ما تبرش والديك، ما محدش، يا ابليس يا ابليس، ما فيش حد غيره يعني. ازاي يا جماعه؟ وارجوكم ارجوكم
يعني ما تجيش تقول لي قصة طويلة وعريضة متخيل ان انا اقول لك خلاص ما تسألش في ابوك بقى هتعذب نفسك خلاص ما تسألش في ابوك مش هيحصل. او واحدة هتيجي تقول لي امي عملت وسوت وراحت وجت وجابت وودت وظلمت امها بتكلم عن امها اقول لها وبعدين هل يحق لي ان انا اعقها مش من حقك. أسماء بنت أبي بكر قالت قدمت علي أمي وهي مشركة والشرك ده أعظم ذنب على الإطلاق أعظم ذنب. قالت له يا رسول الله أفأصل أمي دي مشركة أفأصل أمي؟ قال صلي أمك طبعا لازم تسألي على أمك. القرآن بيقول وإن جاهداك أبوك وأمك حربوك على إنك تبقى مشرك إيه رأيك؟ حربوك جاهداك مش وإن قال لك كن مشركا لا جاهداك من الجهاد على أن تشرك بما ليس لك به علم قال فلا تطعهما وبعدين حلو أهو فلا تطعهما وبعدين قال وصاحبهما في الدنيا معروفا المصاحبة يعني بمنتهى اللطف تلبي لهم حاجاتهم وتصرف عليهم بالمعروف تاخد بالك منهم محتاجين دكاترة تجيب محتاجين علاج تجيب محتاجين أكل تجيب أبوك وأمك أبوك وأمك إيه رأيك بقى؟ قيل يا رسول الله إيه أكبر الكبائر؟ أكبر الكبائر مش الكبائر العادية ده هي الكبائر العادية دخل جهنم إيه أكبر الكبائر؟ قال الإشراك بالله. قيل ثم ماذا؟ إيه اللي بعد الإشراك بالله؟ قال وعقوق الوالدين. عقوق الوالدين ده يويلو يويلو اللي ينم زعل أمه ولا مزعل أبوه يويلو. فانا بوجه رسالة دلوقتي لأولادنا الحق نفسك اصل قلت لك في الجزئية ديت في حاجات ربنا بيسامح فيها يعني بيعفو بيغفر الوالدين قال انا قضيت خلاص ده قضاء شوف التعبير يقول وقضى ربك خلاص قضاء ربنا ده احنا بنيجي في الدنيا يقول لك والله نحن نحترم احكام القضاء صح ولا لا تقدر تهين القضاء ولا تعترض على احكام القضاء بتهيأ لي ان فيها مساءلة يعني تعال هنا ايه اللي انت بتقوله ده قضاء ربنا خلاص والنبي شوفوا لنا والله العظيم لو عندي حاجة لكنت قلتها لكم انا ما عنديش حق يعني ابوك وامك تزعلهم وقعتك سودة انا بعيد اهو وزيد على الهوى يا شبابنا يا بنت الناس اللي سمعني دلوقتي اوعى تزعل ابوك وامك شقاء في الدنيا والاخره لعنه في الدنيا والاخره شوف ازاي لن يفلح عاق لوالدي لو عمل ايه مش هيفلح الله لا يقبل منه شيء لا يقبل منه شيء لا فرضا ولا نفلا لا فرض ولا سن ابوك وامك ازاي يعني فده امر خطير فلينتبه شبابنا فلتنتبه فتياتنا إلى أنه بر الوالدين الله قرن ما بين العبادة بتاعته وبر الوالدين ده أنت بتقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك عارف الحمد لله دي عارف الحمد لله الله لن يقبلها إلا لو شكرت والديك قال أنشكر لي ولوالديك ربنا ربط ما بين شكره وشكر الوالدين قال أن اشكر لي قال هو ربنا يعني قلت له خلاص هشكر قال لا ولوالدي تشكر لوالديك تبقى شكرت ربنا ما شكرت لهمش ربنا قال أنا مش هقبل عارف زي ايه زي طاعة الله من غير طاعة الرسول ربنا قال أنا مش هقبلها قال وأطيع الله وأطيع الرسول واحد قال أنا هطيع ربنا وإيه بس النبي ما عرفه قال ربنا قال له لا ما قبلش لازم الاثنين مع بعض أن اشكر لي ولوالديك لازم الاثنين مع بعض التالتة قالوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما بيصلي اللي بيصلي وما بيزكيش وعيته سودة لازم الاثنين مع بعض وناخد اتصال سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا ازيك يا شيخنا الحمد لله منور الدنيا كلها الله ينور قلبك يا رب بجاه الحبيب المصطفى تفضلي يا أستاذ اللهم أمين في عندي سؤال يا شيخنا تفضلي فن وانت جاوبت عليه عامة برضو من خلال الشيخ. طب الحمد لله اللهم صل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل عليه دلوقتي اما اطلع من بيتي يعني انا رايحه ازور سيدنا الحسين او السيد زين بس انا طالعه من بيتي على كده هل ده يعني ينفع ولا مش هينفع طبعا ينفع ده سيد النفع
هو انا بقى بقول كده للناس يقولوا لي لا انت لازم تكون رايحه تعملي حاجه وبعدين تروحي تزوري، ما تكونيش طالعه من بيتك مخصوص للزياره. قولي لهم الشيخ بيسلم عليكم وبيهديكم تحيه عظيمه جدا في يوم الجمعه، ويقول لكم والنبي بطلوا فتي بمنتهى البساطه كده. ماشي. انا بحب السيده زينب ومامتها. مدد مدد يا رب، مدد المدد من عندك يا رب، امدنا بمددك يا كريم. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آل بيت النبي دول مصابيح الدجى، دول تاج راسنا. ينفع ينفع تطلعي من بيتك تروحي تجيبي زبادي؟ اه بروح اجيب زبادي. ينفع ينفع تطلعي من بيتك تروحي تزوري واحده صاحبتك؟ اه بينفع. ينفع اطلع من بيتي ازور آل بيت رسول الله؟ الله اكبر الله اكبر. يعني يعني ينفع تطلعي من بيتك تروحي تجيبي زبادي؟ اه صح. ومش عايزين اطلع من بيتنا اروح ازور آل بيت ده حاجه عجيبه قوي يعني. الله أكبر. طب ينفع اطلع من بيتنا ازور قبر ابي ولا قبر عمي ولا قبر طبعا زياره القبور يعني، يعني ينفع ازور دول وما ازورش آل بيت النبي؟ شكرا ليك يا حاجه وجزاك الله خيرا، ولما تروحي تزوري كده ادعي لنا. شكرا لكم مستمعينا الكرام. للأسف الوقت بيجري معاكم بسرعة، أنا بحبكم في الله وكل سنة وحضراتكم طيبين وبصحة وسعادة، وسامحوني إذا كنت أنا وأنا بتكلم في حديثي أغلظت في القول على شيء معين أو على حد معين، أنا ما أقصد إلا الخير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم آمين. ما تنسوش حضراتكم، ربنا ما يقطع لنا عادة. دايما أذكر حضراتكم ما زال عندنا متسع من الوقت لقراءة سورة الكهف، فمن سنة رسول الله أن نقرأ سورة الكهف، فمن قرأها يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. كذلك ما تنسوش الإكثار من الصلاة والسلام على حبيب الملك العلام سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. تكتروا من الصلاة على سيدنا النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. كذلك أيها الأحباب، الساعة اللي قبل غروب الشمس من يوم الجمعة، الساعة اللي قبل الغروب الدعاء فيها مستجاب، لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. فوالنبي ما تنسوا تدعوا ربنا كتير قوي لكل الملفات بتاعتنا، إنه يفرج كرب المكروبين زي كرب أخونا الكريم اللي اتصل من شوية، بلا بيت بلا مأوى، ربنا يفرج كربه يا رب ويقضي عنه دينه ويرد إليه أهله ويجمع شتات أمره ويصلح بينه وبين إخوته هو وكل إنسان مكروب، اللهم آمين. وانت عمال تدعي تدعي للضعفاء وتدعي للمرضى وتدعي للمبتلين وتدعي للموتى إن ربنا يرحمهم رحمة واسعة، وتدعي إن ربنا ييسر لنا زي ما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف انه يرد الاقصى الى المسلمين، ونصلي كلنا في المسجد الاقصى. اللي يصلي صلاة في المسجد الاقصى يا حضرات المستمعين الاكارم خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه، لعله البعض ما يعرفش الكلام ده. اللي يصلي في المسجد الاقصى صلاة يخرج من ذنوبه وهو خارج من المسجد الاقصى كيوم ولدته امه. ما تنسوش تدعو لكل إنسان مكروب مهموم مغموم أن يزيل الله كربه، ينفث كربه ويزيل همه وغمه، اللهم أمين. وانت بتدعي كمان كده حط الشيخ في جملة مفيدة ولا حاجة في الدعوة. بارك الله فيكم مستمعينا الكرام، على وعد باللقاء بمشيئة الله تبارك وتعالى الجمعة القادمة، حتى يحين اللقاء أترككم في حفظ الله ورعايته. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.